من اللجنه ديالنا للجنه ديالكم، لجنه العدل والتشريع حقوق الانسان، المخوله نورمالمون المعارضه، شفنا النقاش ما قبل اعتقال محمد مبديع وما بعد اعتقال محمد، وانت علقتي في الموضوع، كيفاش تشوفي بانه المساله تتجه لتخليق الحياه السياسيه ولا تتجه لمشابهي لمحمد مبديع بالرغم من قرينه البراءه اللي مضمونه نورمالمون؟ هي هاد الجنه، هاد كل ما النقاش يعني اللي اثير حول لجنه العدل والتشريع كان مرتبط في الحقيقه بالمرشحين اللي ترشحوا لهاد رئاسه هاد اللجنه هادي، ولكن هي في الواقع انا بالنسبه لي ما هي الا شجره اللي مخبيه غابه. علاش؟ لانها عرات على واحد الوضع، عرات على اننا في مؤسسه دستوريه عندنا فيها ناس منتخبين اللي هما متابعين وكاينين اللي تحوم حولهم شبهات فساد، وكاينين اللي صدرت حقهم احكام قضائيه، وكاينين. اذا بالنسبه لي اليوم رؤساء جهات ورؤساء جهات انا قلت لكم متابعين، وكاينين اللي عندهم احكام كاع، كاينين اللي محكومين وتيجلسوا كيشرعوا للناس وكيصدروا. هذا بمعنى اننا امام واحد الوضع في الواقع اللي كيقتضي طرح الاسئله اللي خصها تطرح، وهو اننا مؤسسه مفروض ما تكونش يعني مكان ديال التخباو، ديال الاحتماء، ديال حمايه هذا من المتابعه ابدا. المفروض يكون عندنا ميثاق. انا بالنسبه لي الانتخابات قبل ما تكون الانتخابات اللي غادي ترشح الانتخابات المفروض يكون عندنا واحد الميثاق اخلاقي، وما يسمحش ان الناس اللي يكونوا ولا شوف لما كتكون متابعه ومعها كيقولتي قرينه البراءه نتسناو حتى يقول القضاء الكلمه ديالو. الى برا هاد الناس القضاء انا ذاك غادي يكون كلام اخر، ولكن طالما انهم متابعين وتتحوم حولهم شبهات فساد ولا صادره في حكم احكام مرتبطه بفساد مالي ولا بهذا، تنهضروش على القضايا الاخرى. اظن على ان خص يكون واحد الميثاق اخلاقي اللي كيمنع باش يمكن نحصن انايا هاد المؤسسات، خاصو يمنع وما نخلقوش منها مؤسسات للاحتماء.